السلام عليكم. موضوع اليوم نتكلم فيه عن الطريقة المثلى للإمساك بالمسدس. نبدأ في أول شيء أن نتأكد من سلامة الوضع عن طريق إخراج المخزن من المسدس والتأكد في بيت النار، نتأكد ما في رصاص. الشيء الأول قررنا أنه مثلا نطلق النار في اليد اليمنى كما هو عند الكثير من الناس. الشيء الأول إن نتأكد إنه المنطقة التي بين الإصبع السبابة والإبهام إنها تكون ملتصقة بهذه الجهة الخلفية من قبضة السلاح، بحيث لا يكون فراغ بهذا الشكل. هذا خطأ، وكذلك إن تكون عالية جدا أعلى من اللازم، هذا خطأ وقد يسبب جروح في منطقة اليد. طيب، إذن عملناها بهذا الشكل، ولو لاحظنا لازم تكون بهذا الشكل. إذا لاحظت أن في فراغ معناه هذا خطأ. الشيء الثاني أن منطقة إصبع الزناد لا يجب عليه أن يكون في المنطقة في وسط ما بين منطقة حماية الزناد والزناد ومنطقة الأقسام، تكون على النص. إذا وضعت إصبعك هنا قد يسبب إلى يعني إطلاق نار بالخطأ، وهذا يعني ما بدنا إياه. وكذلك إذا وضعنا الإصبع من في هذه المنطقة من الجهة الثانية قد يسبب أيضا إلى جروح يمكن أو أذى يعني غير لازم. الشيء الثاني، المنطقة هذه الفارغة من منطقة المسدس بدي أغطيها في اليد الداعمة، فبمدها إلى الأمام، بنزل اليد إلى تحت إلى أسفل ونعبي الفراغ. نرى بأن الفراغ هذا كله تغطى في بطن اليد، لاحظ؟ فعندك صار الطريقة قبضة المسدس صارت بإحكام. لو عملها باليد الشمال على أساس أن نشوف الأصابع ما تطلع إلى فوق كثير وما تخليها لتحت كثير، على أساس أنه يكون الوضع طبيعي، ما تضغط كثير على إيدك. إذا ضغطت ولاحظت بل ابتديت تشوف أن اليد بلش يتحول لونها إلى أبيض، معناه إن ما فيش دم بسبب الضغط الشديد، رجع الوضع يكون طبيعي. وهذا أي أسئلة أو تعليقات اكتبوا لي إياها في قسم التعليقات، وإن شاء الله نجاوبكم عليها بأسرع وقت. يعطيكم العافية ونشوفكم المرة الجاية.